جبران، يتقدم يحيى، يلعب كرة في وسط الميدان، ممتازة ممتازة للحسن، يو كبيرة. الحسن يتقول الزول ولا النزول، الزول ولا النزول، الكاوي يسدد بوم، ومرة ثانية بوم، قادر الصاروخ يطلقه بركاوي في المرمى الطنجاوي. مشاهدي الكرام، يفول كبير عليك يا البركاوي، يفول كبير عليك يا البركاوي، هذه طريقة اللاعبين الكبار. الله يا البركاوي، الله يا البركاوي على هذا الهدف. وصاب كرة ملعوبة هناك على جهة اليسرى لفيلة أحمد حمودان، يدخل حمودان، فرصة فرصة فرصة، يسجلون طنجة ويعدلون. السيادة الشمال أخيرا ينجحون في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب المادي النغمي، والطنجاوي في هذه اللحظات وفي المدرجات يقول طنجاوي طنجاوي وراسي عالي وراسك عالي يا طنجاوي في هذه الأثناء، بعد الهدف الذي سجله اللاعب أحمد حمودان. الشاوني يتلاعب المدافعين، الشاوني يا رب يا رب، شد الشاوني، اتبع الشاوني، امشى الشاوني، حط الشاوني، والمتابع من كولياتور السيادة الشمال المادي النغمي. نعم، في شباك الحسنية، واحد واحد طنجة، ويسجلون هدف التعادل في حين بدل عد العكسي لنهاية المباراة. الله على الشاوني، الشاوني هرب، الشاوني هرب، الشاوني انطلق، الشاوني مرر في نهاية المطاف. الله على الشاوني، الله على إبداعات حمودان. نعم، ابن الشاوني، نعم، فات الشاوني المدلل، يعطي كرة في طبق من ذهب للمادي النغمي الذي يعدل النتيجة. النغمي من هدافي الدوري المغربي الممتاز. مشاهدينا الكرام،